الدقيقة في المباراة إذا كان تمام. النادي الأهلي هقطعك بس اللحظة اتفضل. عشان أقول تشكيلة النادي الأهلي زي ما قلناها: محمد الشناوي، أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، يحيى عطية الله، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، إمام عاشور، طاهر. ممكن نتكلم طب على أكمل بس تشكيلة: طاهر، محمد طاهر، حسين الشحات، ووسام أبو علي. ماشي. التشكيلة اللي قدامنا يعني 4 2 3 1، ممكن في الملعب الفورميشن بيختلف شوية. نعم. إن هتلاقي مروان هو اللي قدام السيرد باكين، هيبقى ممكن على يمينه أو على شماله كوكا وإمام عاشور، يعني ممكن تقلب 4 3 3. دي بتدي شوية أولوية كمان إن يكون في مساندة للأجناب. لو كلمنا إن كوكا ممكن يلعب مثلا على يمين مروان وعاشور على شماله، ممكن دي تدي أولوية إن خلاص حتى الجناحين يشتغلوا بشكل كويس، هيكون في كفرنج عليهم بشكل كويس. وعلى فكرة إمام او كوكا، مين يلعب يمين مروان او مين يلعب شمال، شفناه المباراه اللي فاتت، ده شويه هنا وده شويه هنا. صحيح. فالحاله الهجوميه للنادي الاهلي هتبقى جيده جدا جدا، زي ما الكابتن محسن قال لازم يكون في ادوار هجوميه لاحمد نبيل كوكا مع امام عاشور مع الاجناب مع الاطراف، وفي تامين، لازم يكون في تامين واضح جدا جدا مين مروان عطيه، وممكن جدا يكون اتنين السرد باكين موجودين معاه، والباك اللي مش طالع او مش بيهاجم في الهجمه يكون واقف. فانا شايف عندنا فرصه ان شاء الله لو عملنا الشغل الضغط العالي من النادي الاهلي في اول المباراه، ان شاء الله ممكن على الاقل يكون في استحواذ في النص الهجومي لفريق الاهلي.